السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نفوض الأمر إلى الله. لا إله إلا الله. أم العواجز على البط كركستي تركي كستي تركي. أذكر الله. سيدنا النبي صلى شاي شايف التجليات تعلق تجليات وحلويات الله الله شايف التجليات شايف علق علق الله الله ذكرى ايه وحلاوته طال انت ده مخه اتلحس وشكله اتجنن بس يا عبيط ده حاجات تجليات ما بتحصلش غير للاولياء اولياء من ياض انت ده واكل ورث اخواته وبيشرب بانجو بانجو وايه المشكله يعني البانجو دي زرعه ربنا هو اللي خلقها ده انت شكلك اتعديت منه ومخك اتلسع وشكلك اتجننت انت كمان شكلي اتجننت ما ترد يا حاج عوض على قريبك دي يا حاج عوض سامحوه جاهل ما يعرفش سامحوه هو ده اللي ربنا قدرك عليه رب ارحمنا من الهبل ده يا رب سامحوهم جهل ما يعرفوش حاجه سامحوهم بلالام بلالام والله انتوا خساره الكلام معاكم انتوا الاثنين خساره الكلام معاكم قوم جامد عليكم الركب يلا يا جدعان هو انا ملطش عليكم انتوا الاثنين المحبه حالي ابني وداني البحبحاني أعزائي المشاهدين متابعين قناة البحبحاني في كل مكان أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهد أنا زعلان منك تقول لي ليه أقول لك ليه الأنشودة اللي فاتت عمل الشغل جامد على الفيسبوك لكن على اليوتيوب بسبب إنك ما عملتش لايك وما كتبتش تعليق وما عملتلهاش شير فما وصلتش لحد فما تقولش لحد ما علينا الفيديو بتاع النهاردة تقدر تسميه خرافات ما وراء العقل كل المقاطع اللي هتشوفها كمان شوية هتحسسك إنك في مستشفى مجانين لكن قبل ما أوريهم لك هقول لك كلمة واحدة بس والكلمة دي خلاصة الإسلام كله قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يبقى إحنا والجن مخلوقين عشان نعبد ربنا طب يا رب نعبدك إزاي قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك بالحق ده إيه الحق ده المراد للآية اللي قبلها يعبدون إزاي نعبد ربنا هنا بقى نسأل الرسول اللي جه من عند ربنا طب هو بيقول إيه ما تركت شيئا يبعدكم عن النار إلا حدثتكم به يعني كل حاجة هتبعدنا عن النار وهتقربنا من ربنا النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا بيها وأمرنا باتباعه واتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده يعني الحاجة اللي هو عملها أو الصحابة عملوها لأنهم خير البشر بعد الأنبياء لكن اللي هتشوفه النهاردة لا فعلوا نبي ولا فعلوا صحابي أمال ده تسميه إيه؟ لا ده من عندنا كده جدعانة يعني بالظبط كده نورانية جوايا دي حاجات أسرار بقى فكل إنسان بيحضر المجالس دي بياخد ذنب حتى لو راح يتفرج كده لأنك هتشوف اختلاط وهتسمع موسيقى وهتشوف منكر مش هتقدر تنكره فلو عندك واحد صاحبك بيشوف الحاجات دي ابعت له الفيديو ده خلونا نبدأ نفوض الأمر إلى الله لا إله إلا الله ما وجد يا عم الشيخ ما وجد ما وجد وحضرها حضرة النبي هو ده اللي أنا عايزه بوجت يا عم الشيخ وحضرها سيدنا النبي اعتقاد الصوفية أن النبي بيحضر المجالس دي يعني الملائكة بتحضر مجالس الذكر بس هل بتحضر مجالس الهبل؟ بتحضر مجالس الرأس؟ بتحضر مجالس الهشك بشك وشخليل؟ ده الملائكة فما بالك النبي اللي ما عندناش نص ان هو بيحضر ما عندناش نص اخو ابراهيم رفعت زي ما قلنا قبل كده هو اللي اخترع الحديث ده حديث الساعه عشان حضره النبي قال ما من مجلس اذكر فيه الا وانا فيه اذكر الله اذكر الله اذكر الله لا الا عدي الا عدي يعني في شرع مين ده بيمثل صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم اللي بريء منكم أشكالكم احنا معاك للصقور رؤوس يا باشا للصقور وردوا والنهارده في مراوحش انت بايت عندنا ما اقدرش مدد 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 ما اقدرش ورا شغل تاني اذكر الله اذكر الله اذكر الله بوجت بوجت على الاخر
انت انا بقول الليله حلو ده حلوه خالص يا عم ابراهيم حلوه خالص مع الهبل اي حاجه تخالف القران والسنه احنا راكبين فيها صح صلى على رسول الله ده واحد برضو من المهابيل واقف عند ضريح السيده زينب او السيده نفيسه عمال يتمتم بكلام مش مفهوم سيدة زينب والناس التانية بقى مدد يا مولانا الراجل ده هيبقى شيخ الراجل ده هيتعمل له ضريح يا سيدنا النبي خش يا عم خد البركة خش خد الحس الحس الصاج اللي مصنوع في الصين قول مدد يا هيونج يونج فونج قول مدد عشان الحديد بتاعه ما انت بتتلحس في الحديد بتاع الصيني شفت بقى اللي في الضريح وعاملين له صندوق مربوط بكراسير يعني مش قادرين يحموا نفسهم مش قادرين يحموا الضريح بالصناديق دي ولا يجي الحرامي يسرقهم ويمشي هيدوك المدد ازاي بالظبط كده دي طريقه مرجحني يا معلم او مروحني يا معلم ايوه دي الطريقة الصحيحة للوصول إلى السماء بالهليكوبتر. مدد. مدد يا ومدد. واديني. دي بقى الحاجات اللي بتحصل عند المقامات أمام المساجد. اختلاط بقى مولد هو المولد مش هتلاقي فيه غير العيش واللحمة والزحمة واللي بالك فيه. بالسيوف. ليه؟ احنا بنقلد الحبشة يا عم انتوا مش بتقولوا الحبشة كانوا بيتدربوا على الحرب احنا بنتدرب على الحرب وده مجذوب الديني عليه الصلاة والسلام بوس ايده يا حاج بوس ايده خد منه البركة ده راجل بيزرخط ده بقى مشكلة تانية دول اعتقادهم ان هو بيمسح على رقاب الناس انه خدوا منه البركه لانه راجل من الاولياء، الراجل ده من الاشراف. الراجل ده من الاشراف. يعني من سلسال النبي صلى الله عليه وسلم، فالراجل ده داخل الجنه واللي هيدوس على رقبته يخش الجنه. عم النبي صلى الله عليه وسلم كان ابو لهب. يعني لا يعني ما فيش اكتر من كده. صراحه انه داخل النار ما فيش اكتر من كده، تبت يدا ابي لهب وتب. عمه عم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ابوه ما نفعوش فانت من آل البيت فانت كده خلاص انت بيت من الاولياء احنا نخترع دين جديد احنا من الاولياء يا باشا يدوس على رقبه الناس اللي ماشيه كده اللي هيدوس على رقبته داخل الجنه خلاص ده مضمون له المدد كيف يصرف أمر الناس من عاش مريضا بس يا عم الحاج أعزائي المشاهدين أنا ما عنديش كلام أقوله حسبي الله ونعم الوكيل أسأل الله أن يهدينا ويهديهم والله 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 مش محتاج شهرة ولا محتاج والله لا أبتغي بها إلا وجه الله وعند الله تجتمع الخصوم السلام عليكم فوليكم خلق الله وبغير الله ما وجدا يا من تدعون من ماتوا هلكوا دفنوا صاروا دودا لضريح يحوي به تأتون ركوعا وسجودا لله جعلتم أندادا وعليكم يأتون شهودا إن كربا حل بكم يوما تأتوا ضريحا حجرا طوبا ووليا لا يدفع كربا بل عاش مصابا مكروبا كيف يصرف أمر الناس من عاش مريضا مجذوبا يا من ترجون بغير الله عونا غوثا طلبا مددا
كيف لعبد يدعو عبدا لله يذل له سجدا فوليكم خلق الله وبغير الله ما وجدا أفقيرا جئتم يغنيكم هل يغني من عاش زهيدا ترجون شفاء بولي ووليكم مات مريضا ترجون بهم قرب الله ما كان الله بعيدا حاشاه ما كان بعيدا مد يديك وصل لله لا تقطع يوما مولاك فالموتى لن يصلوك به لن يصلك بالله سواك لن يصلك بالله سواك لا تجعل لله وسيطا إن تلقى الله سيلقاك إن تأتي الله على مهل لمضى هرولة وأتاك لمضى هرولة وأتاك أدعوا ربكم فقريب سيجيب كما في القرآن أوليا يدخلكم جنات أو ينقذكم من نيران بل ياتي ذليلا منكسرا يرجو رحمات المنان يرجو رحمات المنان. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.